كابتن ميدو، برحب بيك. اهلا بيك بكل نجوم الاستوديو التحليلي. ان شاء الله تكون مباراه موفقه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. يا رب. سريعا زي ما انت قلت طبعا تشكيل النادي الاهلي، لكن اقول لك تشكيل النهارده نادي بتروجيت. واحده واحده كده عشان نكتبه وراك. بحراسه المرمى علي فرج، تمام. خط الظهر من اليمين محمد رضا، تمام. ابراهيم القاضي، تمام. احمد عبد الرسول، تمام. احمد السباعي، باك ليفت السباعي، تمام. في المنتصف احمد العجوز، ايوه. واحمد عبد العال، اتفضل يا كريم. احمد عبد الرحمن، امامهم احمد جمال، على اليمين محمد فييرا، على الشمال محمود صلاح، وفي الهجوم احمد مصطفى لالا. الاحتياطي الخاص بفريق نادي بتروجيت محمد صبحي، حسام حسن، احمد صبحي، محمود عماد. احمد صبحي، احمد صبحي، محمود عماد، ايوه. احمد زولا، احمد رؤوف، ومحمد سالم. محمد سالم، احمد رؤوف، محمد سالم رقم 24، تمام. ده يمكن التشكيل الخاص بفريق نادي بتروجيت النهارده. يمكن زي ما انت قلت طبعا تشكيل النادي الاهلي النهارده بنشوف احمد علاء بياخد فرصه من جديد. بنتمنى النهارده كابتن ميدو كل اللعيبه النهارده ان شاء الله باذن الله النهارده تكون المباراه نصيب النادي الاهلي. ثلاث نقاط يمكن هيفرقوا بشكل كبير جدا مع فريق النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. اكيد يا كريم. يمكن جمهور النادي الاهلي باكد ان هو متواجد. كابتن ميدو الاخبار كانت بتقول ان مش هيبقى فيه جمهور، ونادي بتروجيت يمكن كان بيقول النهارده المباراه بدون جمهور، لكن متواجد جمهور النادي الاهلي في مؤازره بمجرد وصول النادي الاهلي ودخوله لارضيه الملعب. بدا الاهداف فريق النادي الاهلي المطالبه بالفوز، وده اللي بنتمناه ان شاء الله تكون مباراه جيده تليق باسم النادي الاهلي، والنقاط المباراه تكون مناسبنا يا كابتن. اوصف لي الاجواء، الارض النجيله عامله ايه، الدنيا كده، قول لي الاجواء المحيطه بهذه المباراه يا كريم. لو بنتكلم على ارضيه الملعب، لا نقدر نقول ارضيه الملعب مستويه، شايفين يمكن اللعيبه بتتمرن ببعض الكوره كده، مفيش مطبات، مفيش الامور الخاصه طبعا بالملاعب اللي بتعق فريق النادي الاهلي او بتعق الفرق اللي بتحاول ان هي تطبق بعض الجمل التكتيكيه. اجواء العامه هنا الجو يمكن مقبول شويه، ما نقدرش نقول في درجه حراره كبيره او في برد كبير في السويس. اجواء كلها ان شاء الله يا كابتن ميدو تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. حضور زي ما بنقول 500 او 600 مشجع كمان متواجد من النادي الاهلي. وزاره الرياضه طبعا كالعاده 1500 تذكره بتكون متواجده ليها، و3000 للفريق صاحب الارض هو نادي بتروجيت. لكن من الواضح ان يمكن في 15 او 20 فرد للنادي بتروجيت، الاغلبيه هي لجمهور النادي الاهلي. بنتمنى النهارده يكون السند والدعم الحقيقي لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه ان شاء الله. كريم شكرا جدا، واي جديد احنا هنكون معاك اول باول ان شاء الله، نكلمك بعد المباراه. يعني كابتن ماهر، علي فرج في تشكيل بتروجيت، محمد رضا، وابراهيم القاضي، واحمد